أهلا بكم في القصر الملكي. يقولون أن المرأة نصف المجتمع، ولكن في برنامجنا هي المجتمع كله، لأنها هنا ملكة للمسؤولية الاجتماعية والإنسانية. مشاهدينا أهلا بكم معنا في برنامج ال طبعا كل التحية لكل المشاهدين اللي بيشوفونا على كل القنوات الفضائية، وطبعا بنرحب كمان بأعضاء لجنة تحكيمنا، والبداية هتكون مع الفنان الكبير دكتور عز أبو عوف. وتحية كبيرة طبعا لدكتور رحاب زين الدين سفيرة المرأة العربية. وطبعا تحية أكبر لنجمنا هشام عباس. الأخبار مستعدين؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. النهاردة هي حلقة ختام مرحلة القصر الملكي، وعلى غير المعتاد هيكون معنا النهاردة أربع مشتركات من أربع دول عربية، وأربع مبادرات إنسانية، ورحلة المشتركات الأربعة في حلقة النهاردة بدأت بوصولهم للقاهرة. تعالوا نتابع معاكم أجواء الزيارة في التقرير التالي. وسط مشاركات الحلقة الأخيرة من مرحلة القصر الملكي، وعلى غير العادي بحلقة استثنائية التقى المشاركات الأربعة: اللبنانية غنوة زين الدين، والليبية إكرام العرفي، والمصرية ريم التوني، والفلسطينية مها عويضة. وفي محل إقامتهم على ضفاف النيل اتجولوا وضحكوا والتقطوا صور التذكارية وتوطدت علاقتهم. وكعادة ملكات المسؤولية الاجتماعية، كانت سيارة الملك فاروق جزء من يوميات المشاركات، حيث استمتعوا سوا بتجربة تاريخية فريدة، حيث شوارع القاهرة من نوافذ السيارة الملكية. وبنهاية اليوم عدنا إلى محل إقامتهم لتنتظر كل واحد منهم ما قد يسفر عنه مرورة بتجربة القصر الملكي، حيث الحلم بلقب الملكة. وزي ما تعودنا معاكم بنبدأ أولى فقرات البرنامج بالمواجهة، وأول مشتركة معانا في المواجهة النهاردة من ليبيا وحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال، وصاحبة مبادرة مملكة أطفال السرطان وذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار لا يأس مع الحياة. رحبوا معايا بالمشتركة إكرام العريفي من ليبيا. إكرام العرفي من ليبيا. رغم دموعها وحزنها الكبير على وفاة ابنها يلي غادرها بعمر كتير مبكر بسبب المرض، ورغم الجرح يلي سكن قلب إكرام العرفي من ليبيا، إلا أنها قررت ما تستسلم لليأس وتبدأ حياتها بمرحلة جديدة عنوانها الأول والأخير الأمل. خسارة إكرام لابنها شكلت منعطف كبير بحياتها، ولهيك قررت إكرام أنه تنظر نفسها ووقتها للعمل الخدمي والاجتماعي. مملكة أطفال السرطان وذوي الإعاقة هي مبادرة إكرام يلي بتحلم بتجسيدها عن قريب، مبادرة بتعتمد فكرتها على إنشاء مركز هو بمثابة مملكة صغيرة لهؤلاء الأطفال، بيرعاهم وبيقدم لهم المساعدة الصحية والتأهيلية وبيمنحهم الأمل بالشفاء ليساهموا ببناء المجتمع والارتقاء فيه. ولهيك بتتمنى إكرام أنه تقدر توصل عن قريب لتاج المسؤولية الاجتماعية، تاج الملكة. إكرام أهلا وسهلا فيك بالقصر الملكي. أهلا بكم إكرام. عندي مجموعة أسئلة بدنا نجاوب عليهم بوقت
الوقت محدد. جاهزة؟ جاهزة. السؤال الأول بيقول: أحكي لنا عن معاناة المرأة عندما يكون لها ابن مصاب بالسرطان أو من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجربتك الشخصية. أكيد أول شيء أي أم، أي أم بترزق بابن مريض بالسرطان أو ذوي إعاقة، هذه القصة يعني أنا أم كانت لطفل متعدد الإعاقة، أكيد شيء صعب. أنا عشت معاناة الأم اللي هي تكون مضطهدة من المجتمع لما تجيب طفل معاق أو يكون هو مريض بمرض السرطان، شيء صعب جدا، المجتمع ما يتقبلش. أكيد المعاناة حتكون صعبة، صعبة لأن هي تشوف في ابنها في اليوم يموت ألف مرة وما تقدرش تقدم له شيء، ورغم الظروف الصعبة اللي تمر بها، ممكن ظروف المادية أو ظروف المحيطة بها. الشيء الآخر كمعاناتي أنا مع ابني متعدد الإعاقة اللي هو كان كفيف وكان أبكم وكان مشلول كليا لمدة 10 سنوات منذ ولادة وتوفى بسبب المرض نشوف فيه يوميا يموت ألف مرة، أنا نشكر أنه هو اللي خلاني في جلسة في مع أطفال السرطان مع ذوي الإعاقة نقدم لهم المساعدات المادية، نحس بكل معاناة أم، نحس بكل طفل يعاني كأن طفلي اللي فقدته، روح ابني موجودة بين الأطفال، أكيد شيء صعب جدا، ما فيش أي أم تتقبل هذا الشيء. لماذا دائما نميز بين الأطفال المرضى بالسرطان أو الأطفال المرضى بشكل عام والمعاقين وباقي الأطفال ونؤكد بأنفسنا على هذا التمييز؟ ما بتعتقدي إنه هيدا بيجعل من الطفل المريض غير قادر على الاندماج؟ أكيد أنا ضمن مملكتي مملكة أطفال السرطان وذوي الإعاقة، الشيء اللي أنا ممكن العالم مش هو مركز عليه طفل أطفال السرطان، لأن أنا متبنيتهم أطفال محرومين من الدراسة وهذا يعتبر تميز، أطفال محرومين أنا أطفال متبنيتهم ما قروش أبدا ولا فرحوا بالدراسة من عمرهم 13 سنة 12 سنة يقولوني نحلم ونمسك قلم وورقة بش أن نحن نتعلمه، فهذا ليش؟ لأن لا في مدرسة عامة تقبلهم ولا مدرسة خاصة أن هي تتبنى هذه الأطفال، فأكيد التمييز يأثر على نفسية الطفل. تريدين معالجة كل أفراد المصابين بالسرطان على اختلاف البلدان والطبقات، كيف ستحصلين على تمويل يحقق لك هذا الحلم؟ أولا أنا جدا جدا ليس غرور ولكن فخورة بنفسي أني أنا كالشيء اللي كنت أقدم فيه لمدة 6 سنوات فاتوا، وشكرا لكم أنتم كمالي برنامج مالي كان أظهر مبادرتي للعالم أني أنا أقدم ومساعدة أطفال السرطان كان بمدخولي الشخصي المرتب الشخصي، فقدمت إنجاز مساعدات، أنا قادرة أني أنا حقدم مساعدات لأطفال ليست ليبيا فقط ولكن أطفال العالم بأكمله، لا أنظر لأطفال بأنه هو شن جنسيته شن لونه شن هويته، أنا أنظر للطفل كطفل روح بريئة، العمل إنساني لا ينظر لهوية ولا ينظر لجنس. ذكرتي في مبادرتك أنك تريدين أن توفري دعما قانونيا لأطفال السرطان والمعاقين، ما الدعم القانوني الذي يفتقر هؤلاء الأطفال له؟ أو بعبارة أخرى ما الحقوق القانونية المنقوصة التي يعانون منها؟ أكيد أولا حقوق كبلدي كبلد حرب وكبلد تعاني من ظروف مادية صعبة وبلد محاطة يوميا محاطين بالموت، فأنا الشيء اللي أنا توصلت إليه أني مخاطبة المنظمات الدولية الحقوقية لمساعدتي وربط منظمتي مع هذه المنظمات لمساعدة الأطفال وعلاجهم في الخارج، كذلك أنا مؤسستي متكفلة بعلاج السفر لأطفال خارج، توفير الدعم المادي، توفير كذلك الدعم النفسي والمعنوي للأم والطفل. مرض السرطان يحظى في العديد من دول العالم والوطن العربي باهتمام كبير ومؤسسات لعلاج المصابين به، هل من خلال مبادرتك تريدين إنشاء مؤسسة أو مستشفى؟ أكيد، أنا في بلدي ليبيا لا يوجد فيها مركز لأطفال السرطان أبدا، أطفال ليبيا يسافروا برا، أولهم مستشفى سموحة اللي في الإسكندرية متواجدين فيه يعانوا رغم الظروف المادية، الأهل يباعوا كل شيء، فهالشيء هذا صعب، أنا نتمنى أنقارة ببناء مستشفى في ليبيا لأطفال السرطان اللي هم يوميا يموتوا يوميا يعانوا يوميا، أنا نتألم لما كل طفل يموت وأنا نكون ما قدمت لهم شيء، فأنا الحمد لله انتهى الوقت كرام وللأسف.
شكرا لك. عفوا. بعد الفاصل برنامج الملكة أنا نقولها لو ما حققش حلم هذا الأطفال أنا أنت نازل على اللقب. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج الملكة، وكان قبل الفاصل كانت إكرام العرفي فقرة المواجهة، ودلوقتي جه انطباع وآراء لجنة التحكيم، وهبدأ بدكتور عز الروف. إكرام مساء الخير. مساء النور. المبادرة بتاعتك عظيمة واضحة. شكرا. وسهلة، وانت عبرتي عنها بمنتهى السلاسة. اكيد. انت كنت هايلة في المواجهة. شكرا لك. انا عموما في الفقرة دي ما بسألش اسئلة لكن بتكلم. نصيحتي ليكي انك تتصلي بناس زي مستشفى السرطان في مصر علشان يقدروا انهم يدوكي على الاقل خبرتهم في ازاي تقدري تنفذي المشروع الهايل اللي انت بتعمليه. God bless you. برافو عليكي في اللي انت بتعمليه. كويس جدا. شكرا دكتور عزة. استاذ هشام بحييكي تحيه كبيره قوي قوي. شكرا ليكي. وبواسيكي على كل المحن اللي انت عديتي بيها في حياتك، والحمد لله والشكر لله انه قد كده المحنه كانت صعبه، بس هي سابت لنا مبادره عظيمه زي اللي انت بتعدي فيها. وبحييكي وبقول لك انه ما تيأسيش وخليكي قوية، وخليكي فعلا زي ما دكتور عزت بيقولك انه حواليكي ناس كتير جدا عندهم خبرة في الموضوع ده بالذات في مصر، لانه عندنا في مبادرات كتير قوي تبع للسرطان الاطفال بالذات كمان، يعني في مساعدات كتير ممكن تتقدم، فيعني ربنا معاكي. اكيد. شكرا لكم. انا جدا اول شيء انا فكرت فيه اننا حنكون نتمنى ان ندير توامه مع منظمتي مع مستشفى يكون هنا 57 53 لاطفال السرطان، اننا نكون لو عملت جزء بسيط مساعدة لهذه الأطفال، لأن نحن في ليبيا لا يوجد مستشفى أطفال مرضى السرطان، ما فيش أبدا، فهم يعانوا من ماديا ونفسيا ومعنويا. إن شاء الله الموضوع ده يتحل بسرعة جدا. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا طبعا. دكتور حاب شايفك مبسوطة. أنا مبسوطة وزعلاني بنفس الوقت. مبسوطة أنه في مبادرة حقيقية على أرض الواقع، وزعلاني انه لفقدنا لابنا وانه عاشت معاناة، وهيدي المعاناة طبعا جعلتها امرأة قوية. بهنيكي. سؤال من خلال من بعد كنت عم تكملي شيء على الستيج، انه من بعد ظهورك ببرنامج الملكة هناك مشروع لدعم يعني في اقتراح او في دعم جايكي لمشروعك؟ انا طبعا عندي صديقة تبرعت لي بأرز، فحلمي أننا نكون سبونسر أو دعم للأرض هذه يكون تحقق عليه، اللي هو الدعم. في ناس كلها متعاونة معي أن هي بادرت بهذا البناء المركز الطبي في ليبيا، أنا سميتها مملكة، حيكون مملكة صغيرة هذه الأطفال، مش هذيك يتوفر فيها المصرف الدم، يتوفر فيها العلاج الطبيعي للأطفال خاصة، لأنهم هم أطفال السرطان محرومين. أنا شفتهم حقيقة يعانوا، يعني حرموا من الصحة وحرموا من التعليم، فأنا بحققهم حلم. برنامج الملكة أنا نقولها لو ما حققش حلم هذا الأطفال أنا أنت نازل على اللقب. لو حقق لي وحقق حلم هذا الأطفال أنا حنكون متمسكة فيه لآخر لحظة، لأن التتويج مش حيكون لي أنا، حيكون لأطفال السرطان، حيكون لأطفال العالم بالأكمل. الله يحقق. احسنت. احسنت يا اكرام. طبعا بشكر جدا ملك التحكيم واكرام العرفي، يعني ربنا رب معاكي في المراحل المقبله ان شاء الله. امين. وبالتوفيق. دايما الرساله والمبادره ما بتكونش بمساحه المكان. اكيد. بالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا. وكمان حابب افكر مشاهدينا لو عجبكم اداء اكرام المواجهه ومبادرتها، تقدروا تصوتوا لها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج والارقام الموضحة أمامكم على الشاشة. فاصل صغير ورجعين تاني.
ما بدت ظروفي قاسي وصعبة حولي الصعوبات إلى نجاح، حولي أحلامك إلى حقيقة، وابحثي عن القوة بداخلك، أطلق العنان لهذه القوة. إذا كان ما تقومون به مميزاً ويخدم المجتمع وعمرك ما بين 20 إلى 40 سنة، فأنت مرشحة لتكون ملكة الإبداع والتميز. شارك الآن في أكبر برنامج عربي، فقط أرسل معلوماتك على cv@thequeen.tv. مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية وفقرة المواجهة. والمواجهة التانية معنا النهاردة في حلقتنا من مصر، حاصلة على بكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال وصاحبة مبادرة إيد واحدة واللي بتهدف لدعم الأيتام والأسر الفقيرة. رحبوا معايا بالمشتركة ريم التوني من مصر. ريم التوني من مصر. أعطي الصحة وخذ كل ثروتي، مثل إنجليزي قديم بتصير ريم التوني من مصر على خطاه، من خلال تقدير لأهمية المحافظة على صحة الجسم والاعتناء فيه. مبادرة إيد واحدة هي مبادرة ريم التوني من مصر. الفكرة الأساسية للمبادرة قائمة على مد يد العون للعائلات والأسر المحتاجة. بتدوم ريم قائمة من احتياجات الأسر يلي زارتهن، وبتبدأ بالتحضير لتلبية هالاحتياجات على وجه السرعة. ريم شخصية مثابرة ما بتعرف معنى للتراجع أو الاستسلام. لقب الملكة هو هدفها يلي بتطمح له. بثقة عالية بالنفس وبمشروع مفعم بالعطاء والمحبة، بتشعر ريم إنه ملامستها لتاج الملكة أمر منه مستحيل، خاصة مع توفر هالطاقة الكبيرة من المثابرة والاجتهاد. بالقصر الملكي. أهلا وسهلا بحضرتكم كل الموجودين. عنا مجموعة أسئلة من نجاوب عليهم بوقت محدد. جاهزي؟ جاهزة تفضل. السؤال الأول بيقول: مبادرتك كمبادرات عديدة مشابهة في مصر وكثير من البلدان العربية بتطمح في مساعدة كل الفقراء والأسر المحتاجة، ما الآلية أو أين البرامج والخطط اللي راح تحققي فيها هذا الإنجاز؟ أول حاجة احنا بدأنا الأول بإعلام، دخلنا الإعلام في موضوع المبادرة بتاعتي، بدأت ان انا اعرف الناس بيه، نزلت الشارع شخصيا انا والجروب بتاعي، بدأنا احنا نعرف بالناس المبادرة بتاعتي ايد واحدة بتحكي عن ايه، واحنا بنعمل ايه في البلد، وازاي بنقدر ان احنا نفيدها اجتماعيا. فده يعني اداني دعم من ناس كتير قوي، ان هم تقبلوا شخصيتي، تقبلوا المبادرة بتاعتي، وبدأوا في ناس فعلا بيدعموني. يعني على ما ستعتمدين في دعم واستمرار مبادرتك؟ على التبرعات والأعمال التطوعية أم على دعم الحكومي أيضا؟ أنا مش هعتمد كليا على الدعم الحكومي، بس هعتمد كمان على تبرعات من جهات، مثلا من وسائل الإعلام، ممكن من رجال أعمال، من رجال دولة. لكل حد في العايش في المجتمع ده أكيد ليه دور، وأكيد في جزء أكيد لازم ندخل بيه من اللي بنعمله في الخير. كيف تردين على اتهامات توجه لمبادرتك وتقر أنها تابعة لأيديولوجية معينة معادية لنظام الدولة؟ نكومنت طبعا. انا طبعا من ان مبادرتي جهه خيريه ملهاش اي علاقه لا سياسه او دين او اي تعصب. فنكومنت يعني انا بعمل خير ومقتنعه بيه، وعايزه افيد البلد، وعايزه افيد الناس، مش عايزه اشوف فقر في البلد اللي انا عايشه فيها، عايزاها تكون احسن حاجه، فانا مستمره في مبادرتي. أصبح التعليم الجيد في كثير من بلدان العربية غالي الثمن على أبناء الطبقة المتوسطة، فما بالك بأبناء الفقراء؟ في ضوء مبادرتك كيف راح يحصلوا الفقراء على هذا الحق، حق في التعليم؟
احنا بدأنا ان احنا ناخد مجموعة من المدرسين متطوعين لأعمال الخير، بنحاول ان احنا نوزعهم على مجموعة من الايتام او القرى الفقيرة، بنحاول احنا ندعمهم مثلا بالتعليم، بنعلمهم، بنحاول ان احنا نجيب دعم من الدولة، عشان يعني في كتير قوي الناس فعلا مش مقتدرين، فبنحاول ان احنا نساعدهم في حاجة زي كده. اذا كنت ستحظين بدعم او تمويل حكومي، فلماذا لم تقم الحكومة بنفسها بهذا المشروع؟ بالنسبة طبعا لظروف طبعا البلد اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، الحكومة مش هتقوم بكل حاجة الى حد ما. في منظمات هنا كده في الدولة قاموا بدور فعلا خيري، وعملوا فعلا منازل فعلا للأسر اللي هي المهمشة في البلد، فاحنا واجبنا احنا كمان كمواطنين ان احنا نساعد كمان الحكومة. من الحقوق الإنسانية الطبيعية التي يجب أن تتوفر لأي فقير أو محتاج أو مشرد هي السكن والاستقرار ثم العمل والإنتاج. إذا تمكنت بطريقة ما من إيواء هؤلاء الفقراء، كيف رح توفري الوظائف؟ اولا هوفر وظائف عن طريق مثلا هعمل البيج مثلا على الفيسبوك، هعمل دعايه ان في مثلا وظائف، هحاول اشوف الشباب اللي هم الايتام اللي هم فعلا محتاجين فعلا العمل، احاول ان انا اوفر ليهم شغل حتى لو في مصنع او عامل حتى صغير في او حارس عماره، فده هيبقى شيء اكيد مفيد ليهم. ريم، هل اسستي مبادرتك من اجل برنامج الملكه؟ أنا مبادرتي من قبل برنامج الملكة، بس برنامج الملكة أكيد ليه دور فعال في المبادرة بتاعتي، إنه هو قدر يوصل صوتي لأكبر كم من الناس. بعد عندك وقت إذا حابة تضيفي أي شيء. أنا بجد متشكرة بجد لبرنامج الملكة إنه هو قدر يوصل صوتي للناس، متشكرة لحضرتك حيث توجتينا قبل ما نكون ملكات. دكتور مصطفى سلامة أكيد دي برضو دور برضو مهم جدا، إنه هو يظهر المرأة العربية بشكل حلو جدا وأثبت دورها في المجتمع المدني. أحب أشكر لجان التحكيم دكتور عزة أبو عوف والفنان هشام عباس بجد لتواجدهم معنا النهاردة، ولحضرتك كتير. شكرا لك لحضرتك الشخصية. شكرا. بعد الفاصل. أنا مش متكفلهم، بس أنا بحس إن أنا وسطهم. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية في برنامج الملكة، وكان قبل الفاصل ريم التوني في فقرة المواجهة. إيه الأخبار ده يا ريم؟ لا كله تمام. تمام؟ مية مية. دلوقتي جه رأي لجنة التحكيم وهبدأ بدكتور عزة أبو عوف. ريم مساء الخير. مساء النور يا دكتور عزة. أنا معجب جدا بقوة شخصيتك وبجملة لا وطن يحيا بدون أبناء، دي حقيقة 100%. لكن أنا تملي لما باجي أسأل السؤال بتاعي بسأل سؤال بيدلني أنا شخصيا كعزة على شخصية المتسابقة، لأن مفيش مبادرة بتقدر تكمل من غير ما يكون في وراها شخصية مظبوطة عشان تزوحها، صح كلام؟ فعشان كده أنا سؤالي بيبقى عموما ملوش علاقة بالمبادرة ولا بال أنت عملت إيه ولا هتعمل إيه ولا ناوي تعمل إيه، عشان أعرف بالظبط بيني وبين نفسي أنت إيه حكايتك بالظبط. ماشي؟ طيب. ريم، إزاي بتتقبلي النقد؟ النقد القاسي بالذات. مثلا واحد جه قال لك انت غير مبدعه، انت قال لك انت غير مبتكره، ازاي بتتقبلي ده؟ لا هو جالي كمان حد قال لي انت بتعملي كده شو دعايه لنفسك، وجي كمان مواجهه اللي انت بتعملي خير المفروض ما تقوليش عليه والكلام ده كله. انا كان كلمتي كانت رد عليه حاجه واحده، ان انا بعمل كده عشان انا عايزه كل الناس تعمل خير، مش عايزه انا بس اللي اعمل خير. فانا بتقبل النقد، ممكن بيضايقني شويه بس برجع كده واحسب نفسي او احاسب الناس، انتوا ليه ما بتعملوش كده؟ يعني انتوا مبسوطين دلوقتي كده بالناس اللي هي نازله بتشحت في الشارع او الناس مثلا محتاجه واحنا واقفين بنتفرج عليهم؟ لا يعني، فلازم يكون في بجد حاجه ايجابيه لازم كلنا نبقى متوافقين عليها. برافو، ميرسي جدا 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 على التوضيح. شكرا دكتور عزة. نجمنا هشام عباس. ريم ازيك؟ الحمد لله. محييك على المبادرة الجميلة، يعني مساعدة الأسر الفقيرة ماديا ومعنويا، ومساعدة الأيتام وأطفال الشوارع، ومساعدة الأسر والمسنين اللي ما عندهمش مأوى. دي تجميع فريق كبير ومحب
وعنده أمل وعنده بليف أو صدق إن هو محتاج ليدر كمان إن هو يخليهم إيد واحدة ويخوضوا الموضوع ده لأنه موضوع كبير. يعني عايزك تحكي لي حكاية أو تحكي لي تجربة أو خبرة اديتك الدافع وحسستك إن أنت قادرة فعلا إن أنت تعملي الموضوع ده. تحسسك إيه اللي خلاكي تقدري حاسة إنك تقدري تعملي كده؟ كان من حوالي 4 سنين كنت قاعدة في مكان أما أنا صح كنت عند الكوافير يعني، فلقيت طفل صغير كان الجو كان برد قوي يعني، فلقيته كان لابس قميص كده مش لابس فوق جاكيت أو حاجة، فهو خارج طالع فبقول له يعني البس حاجة يعني تقل الجو والشتاء، فبيقول لي لا أنا ما عنديش، فبقول لي لا أنا ما عنديش، فقالوا لي يا فندم ده هو يتيم يعني ومن جمعية وكده. فمن ساعتها يعني نزلت بقى جبت له بقى لبس وحاجات، فبدأت إن أنا أدخل المجال ده أو أدخل مع الأطفال وأبقى أشارك معاهم يعني، حسيت بجد معاناتهم بالذات لما أنا بشوف أطفال صغيرين ما لهمش أي ذنب. يعني في حديث بيقول أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة، فأنا مش متكفلهم بس أنا بحس إن أنا وسطهم مبسوطة، فانا حابه ان انا اعمل حاجه خير، حاجه حتى لو الناس حتى مش عايزه توصل لها الكلام ده، انا مفتخره بنفسي ان انا بعمل حاجه كويسه. ربنا يوفقك. شكرا جدا دكتور رحاب. ما هي الاليات والبرامج اللي والخطط اللي حاطتيها من اجل هيدي المبادره لتحقيق اهدافك؟ بالنسبة لتحقيق أهدافي، أولا حاولت أن أنا أوصل لأكبر مجموعة من الناس، حاولت أن أنا أتواصل إعلاميا، أعرفهم المبادرة بتاعتي، أتواصل مع رجال من رجال الدولة، رجال الأعمال، أن فيه مثلا تبرعات، أنا مش بقبل تبرعات مادية بس بقبل تبرعات معنوية، يعني اللي يقدر على حاجة يقدمها للأطفال حتى لو لعبة كتاب لبس أي حاجة يقدر يفيد به الطفل أو الأسرة اليتيمة دي. أن بيكون في ساعات بنات بتبقى عايز تتجوز وما عندهمش مؤهلات، فيعني انا بطلب منهم المساعده يعني، فبتواصل معهم عن طريق ممكن بروح لهم انا شخصيا او بروح لهم انا وحد فريق العمل، بتواصل عن طريق جهاز التلفزيون. شكرا طبعا لك تحكمنا، وكمان بنشكر جدا ريم التوني من مصر، نورتنا جدا ريم. اهلا وسهلا. وكمان مشاهدينا لو اجابات ريم اقنعتكم بمبادرتها صوتوا لها من خلال الارقام والموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج الموضح قدامكم على الشاشه. فاصل صغير ورجعي تاني. مهما بدت ظروفك قاسيه وصعبه، حول الصعوبات الى نجاح، حول احلامك الى حقيقه، وابحث عن القوه اللي بداخلك، اطلق العنان لهذه القوه. إذا كان ما تقومون به مميزا ويخدم المجتمع وعمرك ما بين 20 إلى 40 سنة فأنت مرشحة لتكون ملكة الإبداع والتميز. شارك الآن في أكبر برنامج عربي، فقط أرسل معلوماتك على cv@thequeen.tv. مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية في برنامج الملكة ومرحلة القصر الملكي، ودلوقتي خلونا نستقبل معاكم المشتركة الثالثة في حلقتنا النهاردة، وهي من الأصل اللبناني حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة لاس فيغاس، سفيرة كمان للنوايا الحسنة من أمريكا، وصاحبة مبادرة هويتي التي تهدف إلى إثراء ثقافة الأطفال العرب المغتربين بتراثهم العربي الأصيل. رحبوا معايا بالمشتركة غنوة زين الدين. زين الدين من لبنان. بأن
أمريكا بعيدا عن موطنها ترى تلك الحسناء العربية اللي سأل أدار مع عائلتها لبلاد الأحلام، فتميزت بتحصيل العلمي ونالت درجات التفوق، تميزت كصيدلانية ناجحة ومدرسة أطفال مرحلة أولى ومذيعة متألقة بجامعة UNLV، وحازت بجدارة على شهادة الإنجاز المتميز بالتعليم من الحكومة الأمريكية. عام 2014 كان عام حافل بالإنجازات بالنسبة لغنوة، عام حصلت فيه على لقب ملكة جمال العرب بأمريكا. غنوة الفتاة الوفية لعروبتها والشغوفة بالعمل الإنساني، بتوظف شهرتها وحضورها الاجتماعي لخدمة قضايا المجتمع العربي بكل إخلاص. حقوق الطفل العربي هو محور المبادرة الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية يلي بتحملها غنوة على عاتقها، بوقت أصبح فيه الأطفال هم الشريحة الأكثر تضرر والأكثر معاناة بمجتمعاتنا العربية. حبها للطفولة زرع فيها الأمل والحماسة ليكون صوت مسموع على المستوى العربي والعالمي، صوت بيدعي لحماية الأطفال واحترام طفولتها البريئة وتوفير كل حقوق ضمانا لحياة صحية ومستقبل واعد. أهلا وسهلا فيكي بالقصر الملكي. شكرا غنوة، عندي إليك مجموعة أسئلة بدنا نجاوب عليهم بوقت محدد. أوكي جاهزة. السؤال الأول بيقول، ذكرتي بمبادرتك أنك بتسعي لإنشاء مؤسسة عالمية لاحتضان كل أطفال العرب في بلاد المهجر، شو بتقصدي بكلمة عالمية ومن أين لك بتمويل كهذا مشروع ضخم؟ طبعا أنا قصدي بعالمية أنه مبادرة هويتي تقدر تخدم كل طفل مغترب. أنا هلأ عايشة بالولايات المتحدة الأمريكية، فكمرحلة أولى حتى أقدر أنجح وأوصل للعالمية لازم حقق النجاح بالبلد اللي أنا عايشة فيه. بس الطفل المغترب هو أي طفل عايش برات وطنه، الطفل السوري اللي عايش بلبنان هو طفل مغترب، الطفل اللبناني اللي عايش بالخليج كمان طفل مغترب. فهيدي المبادرة حابة تشمل كل أطفال الاغتراب، بس طبعا هيدا الشيء بياخد وقت، بس مع الإيمان والإصرار كل شيء بيمشي إن شاء الله. أين لك هذا التمويل؟ يعني التمويل لهذا المشروع الضخم؟ التمويل المالي أنا ما عم بستصعب هيدا الشيء، لأنه الحمد لله كان عندي علاقات مع مؤسسات خيرية ومؤسسات أخرى قدرت أتعامل معها بالسنين يلي فاتت، وهن جاهزين إنه يدعموني، وكان عندي كمان خبرة بمجال حملات التبرع، فمتفائل إن شاء الله. ما هي نوعية الثقافة العربية اللي حابة تزرعيها في الأطفال، في أطفال المغتربين في بلاد المهجر، حيث أن الثقافة العربية بتتضمن أفكار كثيرة؟ مظبوط، عنا نحن موجودة بتقاليدنا، العيش المشترك، إكرام الضيف، تقاليد الأعراس، اللغة العربية اللي للأسف في تقريبا فوق 40% من الأطفال العربية اللي مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية ما بيعرفوا يحكوا اللغة العربية، مع أنه هيدي اللغة هي أداة الوصل مع تراثنا وأجدادنا. كل إنجازاتك الشخصية خارج الوطن العربي، هل بتشعري بافتقادك للهوية العربية؟ وهل مثل لك ذلك دافعا نفسيا لإنشائك لهذه المبادرة؟ أكيد، أنا بنت خلقت وبعدني عايشة بالغربة، ودائما بحن لوطني الأم لبنان، ونقلنا على الولايات المتحدة أول ما خلق خيي الصغير اللي عمره 8 سنين، وعم شوف البيئة اللي عم بيربى فيها، وهيدي البيئة بتختلف كليا عن البيئة اللي أنا ربيت فيها. فهيدا الشيء كان دافع وقوة وإصرار إنه أقدم مبادرة حتى أقدر أخدم وأحمي خيي وكل طفل عربي من الذوبان بثقافات وتقاليد غير ثقافتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة. نظراً للأحداث العالمية الجارية، اكتسبت الثقافة العربية في بعض الدول الأجنبية سمعة سيئة، كيف رح تنجح مبادرتك في تعزيز الثقافة العربية في البلدان الأجنبية؟ هذا الشيء أكيد إحدى الصعوبات اللي مبادرة هويتي عم بتواجهها،
للأسف في نسبة كبيرة من الجيل العربية يلي بتطلع على الإعلام الغربي، وأنا مبادرتي لأنه هي مؤسسة هلأ كمرحلة أولى بالولايات المتحدة الأمريكية، أنا بحاجة لدعم الإعلام الغربي، وهذا الشيء بيشكل نوع من الصعوبات، لأنه للأسف الإعلام الغربي أوقات بيصوت أو بيسلط الضوء على صورة غير صحيحة عن تقاليدنا العربية، وهذا الشيء عم بيغير صورة الأصالة العربية عند حتى الأطفال اللي عم بتجي من أصول عربية وعم تربى ببلاد الاغتراب. فأنا عم جرب أحكي مع هالأطفال بلغة يقدروا يفهموها، أقدر كون نوع من السفيرة حتى علمهم أكثر عن تقاليدهم، قربهم على البيئة العربية وعلمهم عن أهمية أنه الواحد يتمسك بتقاليده مهما كان الصعوبات، مهما كانت الصعوبات اللي عم نواجهها نحن كجالية عربية، وين للأسف الكره، التسلط، الصورة اللي عم تتشوه بتقاليدنا عم بتزيد. فهيدا صعوبة، بس الحمد لله عندي ثقة كبيرة بالعالم اللي عم بتساعدني بهالمبادرة. غنوة، هل أسستي مبادرتك من أجل برنامج الملكة؟ أكيد لا، أنا هيدا المشروع كان عندي مبادرات اللي عم بشتغل عليها سنين، من تعليم اللغة العربية للعمل التطوعي يلي بيتبنى شؤون الطفل، بس أنا حبيت ركز على الهوية العربية خصوصا بالأحداث اللي عم بتصير هلأ للأسف، وبرنامج الملكي عطاني الدافع والقوة إنه عن جد آمل بالقدرة يلي عندي حتى أقدم مبادرة بتخدم المجتمع المدني وبتحمي كل طفل عربي ببلد الاغتراب. غنوة، بعد عندك شوية وقت إذا حابة تضيفي أي شيء. طبعا حابة بس وجه رسالة لكل طفل عربي وقل له إنه لازم عن جد نحن كجالية عربية مغتربة نتعاون مع بعض ونتمسك بهويتنا وبلغتنا العربية، نحن وطالعين على سلم النجاح، لأنه إذا ضيعنا الهوية العربية رح نكون ضيعنا جزء من حالنا. شكرا لك. شكرا. بعد الفاصل. لما العالم تسأله بالمدرسة أنت من وين، ما بدي اسمع خيي عم بيقول لهم أنا أمريكاني. مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل في برنامج الملكة. وكان قبل الفاصل فقرة المواجهة مع غنوة زين الدين أمام دكتور رحاب زين الدين، هما الاثنين إخوات في العرب، بس يعني في العروبة في العروبة. ودلوقتي جه آراء وتقييم لجنة التحكيم. دكتور عزيز، حاضر. غنوة، ازيك؟ الحمد لله. انت اسمك بيلمس قلوب اتنين من لجنة التحكيم النهارده، غنوة. غنوة. فممكن اسأل مين اللي سماكي الاسم ده؟ بابا سماني انا غنوة واختي نغم، فكتير عايش بجو الموسيقى. اي ما شاء الله، ربنا يخليك يا رب. ما شاء الله. وزي ما عرفنا انك غنوة زين الدين، وانك متقربيش للدكتورة رحاب زين الدين، واكيد متقربيش لزين الدين زيدان مدرب. يا ريت والله. مش كده؟ لا. ملناش دعوة بالكلام ده. انا عموما ما بسألش الاسئلة اللي لها علاقة بالبرنامج في الفقرة دي بالذات، لكن عايز اسألك سؤال بس ارجوكي تجاوبيني عليه بمنتهى الصراحة. حاضر. لان المبادرة بتاعتك مبادرة خاصة جدا ونوعية خاصة جدا، ويمكن اول مرة المبادرة دي تتقال، اللي هي الاهتمام بالطفل في المغرب او في البلاد الاغتراب في الغربة، يعني انا اسف، وانه مفروض انه ما يفقدش، ودي حاجة انا بحترمها جدا لا تتخيلها دي. هل وجودك في بلد زي الولايات المتحدة كان له تأثير على نشأتك وعلى طريقتك وعلى تفكيرك وعلى ايجابيتك في انك تعملي المبادرة دي ولا لا؟ طبعا العيش بالولايات المتحدة، انا قبل ما عيش بالولايات المتحدة كنت عايشة بالامارات، وطبعا الامارات ما بتحس بالغربة هناك، عايش انت بين اهلك واصحابك. لما نقلت على امريكا حسيت بصعوبة الغربة، بتفقد لوطنك، بتحس حالك قاعد ببيئة مختلفة تماما عن البيئة اللي انت عايش فيها. وانا انسانة
بعتز بهويتي العربية، ومع انه اسمي غنوة وصعب كتير بامريكا، يمكن واحدة من العرب النسبة القليلة اللي ما غيرت اسمي. فحبيت انشئ بيئة لهالاطفال يحسوا حالهم منن وحدين مثل ما انا حسيت اول ما نقلت على امريكا، وخصوصا عندي خي عمره 8 سنين وانا خي متعلقة فيه كتير، وحابة لما يربى ما يضيع هويته العربية. لما العالم تسأله بالمدرسة انت من وين، ما بدي اسمع خيي عم بيقلن انا امريكاني، لانه للأسف في كتير اطفال عرب عم تستحي تقول ان هي عربي، وهيدا الشيء بيضايقني كتير. فانا كرمال هيك حبيت انه ضل اشتغل على هيدا المبادرة وطورها حتى تصير مبادرة عن جد حقيقة على ارض الواقع. ربنا يحميك. شكرا. استاذ شام غنوة، باباكي موسيقار؟ لا. موسيقار بيلعب مزيكا؟ بحب الموسيقى بس. بحب الموسيقى. غنوة وأنغام حاجة هايلة يعني. عايز أقول لك إنه المبادرة بتاعتك بجد مهمة، وهي مش بس في أمريكا ولا في إنجلترا ولا في فرنسا، ده في جوه مصر وجوه الإمارات وجوه لبنان وجوه حتت كتير قوي شباب من كتر ما بيتفرجوا على السيريز والأفلام الغربي والأفلام الأمريكاني والبرامج والأبليكيشنز والحاجات دي، بقوا خلاص كلهم أساسا بيتكلموا مع بعض بالإنجليزي، وفي المدرسة بيتكلموا مع بعض بالإنجليزي، والفرنساوي بيتكلم فرنساوي والجيرمن بيتكلم جيرمن. يعني احنا بنعاني الموضوع ده جوا بلادنا على فكرة. مزبوط. يعني وانا انا لما ربيت بالامارات رح احكي صراحة مثل اي شخص، كنت احكي باللغة الانجليزية اكتر من العربية، وده انا شايفه بعيني، لانه قلت عايشة بين عالم عم تحكي باللغة العربية، ما حسيت بالاهمية الا لما نقلت على بلد وين بمشي بالشوارع مش تيجي اسمع كلمة بالعربي. مزبوط. بس فكرمال هيك عنا بالبيت الحكي بالعربي هو اللهجة الوحيدة اللي لازم نحكيها عشان نحافظ على اللغة العربية. تخيل. فأنا هقول لك حاجة، أنا مش هسألك أسئلة، بالعكس أنا هديك نصايح. وأنا مش عارف إزاي هو البرنامج بتاعنا فيه نصايح؟ طبعًا. بجد؟ طبعًا. مفتوح. ماشي. أنا أنصحك إنك عمرك ما تقدري توصلي لكل الناس دول عن طريق الهيئة الكبيرة اللي أنت بتفكري فيها. يا ريت تعملي الموضوع ده على الإنترنت وعلى ابليكيشنز، وتعملي ابليكيشنز لكل واحد ابليكيشن لبناني ابليكيشن مصري، وتجيبي ناس مصريين يساعدوكي ولبنانيين ومغاربه وجزائريين وخليجيين واللي هم نفسهم يقولوه، والمزيكا بتاعتنا واللغه بتاعتنا. How to do this in an attractive way، والاغاني تبقى attractive بحيث انه كل بلد عندها معطيات وعندها مناسبات وعندها حاجات ممكن الاولاد والاطفال تتقدم لهم بشكل جذاب، ان احنا نجذبهم تاني يفتحوا الابليكيشنز بتاعت بلدهم وتبقى حاجة ناجحة. وبالتوفيق وربنا معاكي. ويعني شكرا. دكتور أحاب غنوة، احنا بحاجة لهذه المبادرة بعالمنا العربي اكتر ما انه يكون بلاد المهجر بصراحة. يعني هيدا تكملة للحديث اللي كان عم يحكي فيه الأستاذ هشام. غنوة، مبادرتك كتير حلوة ومبادرة كتير كبيرة. يعني خيل لي انه اللي بيحكي عن هيدي المبادرة لازم يكون بسن كتير كبير، مزبوط ولا لا؟ طبعا. يعني حابب يتمسك بجذور العربية. صح. فالشي الحلو انه بهيدا السن حابب انه تحافظ على هويتها العربية. ما عندي شيء لا سألتها، ما في الكفاية يعني. شكرا. طبعا. شكرا دكتور رحاب، وكمان بشكر جدا غنوة، وان شاء الله كل التوفيق ليكي في المراحل اللي جايه يا غنوة. شكرا لك. ان شاء الله. وكمان مشاهدينا، لو نالت غنوة باستحسانكم صوتوا لها من خلال الارقام والموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج الموضح امامكم على الشاشه. فاصل صغير وراجعين على طول. ما بدي ظروفك قاسي وصعبة، حول الصعوبات إلى نجاح، حول أحلامك إلى حقيقة،
اطلق العنان لهذه القوة. إذا كان ما تقومون به مميزاً ويخدم المجتمع وعمرك ما بين 20 إلى 40 سنة، فأنت مرشحة لتكون ملكة الإبداع والتميز. شارك الآن في أكبر برنامج عربي. فقط أرسل معلوماتك على cv@thequeen.tv. مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية، وجي معاد المواجهة الرابعة والأخيرة في حلقة النهاردة، وهي من فلسطين وحاصلة على الماجستير في علم الاجتماع والبحوث السياسية، وصاحبة مبادرة فلسطينيات إيد بإيد تحت شعار امرأة تدعم امرأة. رحبوا معايا بالمشاركة مها عويضة من فلسطين. مها عويضة من فلسطين. في زهرة المدائن في مدينة صلاح الدين الأيوبي، مدينة القدس العريقة، بتعيش مها عويضة حياة اليومية بكم كبير من الطموح والحلم بمستقبل أفضل. هالمدينة التاريخية بتفاصيلها الجميلة بتزيد عند مها إحساسها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه مدينتها ووطنها فلسطين. قررت مها أنه تختص بمجال علم الاجتماع بعد ما شعرت بأهمية هالعلم ورسالته الإنسانية. من الناحية العملية بتشتغل مها على موضوع التمكين من فئات اجتماعية متنوعة، منها فئة الطالبات الجامعيات. بتلقي مها على الطالبات مجموعة من المحاضرات وبتأسس معهم جلسة عمل وورشات تدريبية بتهدف لتعزيز عملية البحث عن الهدف ورسم الخطوات الأساسية للوصول إليه ضمن احتياجات الطالبات المتعددة واختلافاتهم المتنوعة. مبادرة فلسطينيات إيد بإيد هي مبادرة مها عويضة من فلسطين، وهي جزء مستمر من مشروع الاجتماعي يلي بلشت فيه، والمهتم بتفعيل دور المرأة الفلسطينية وتعزيز إمكانياتها وقدراتها. ولهيك بتشعر مها أنه اقترابها من تاج الملكة منه حلم بعيد، هو خطوة قريبة طالما احتفظت بداخلها بإرادة صلبة وطموح كبير. أهلا فيك دكتورة رحاب. مها عندي لك مجموعة أسئلة ما نجاوب عليهم بوقت محدد. تمام. جاهزة؟ جاهزة. سؤال الأول بيقول: مبادرتك متكررة وهناك مبادرات عديدة بتتناول نفس القضية، ما الجديد اللي راح تضيفه مبادرتك؟ مبادرتي فلسطينيات إيد بإيد بتخص المجتمع الفلسطيني. طبعا هي مبادرة كما ذكرت الظواهر الاجتماعية كالزواج المبكر، العنف، التحرش الإلكتروني، ودعم المسؤولية الاجتماعية. وأكيد رح تضيف للشعب الفلسطيني إضافات، لأن نحد من نسب الزواج المبكر، لنحد من العنف التحرش الإلكتروني، ولنعزز المسؤولية الاجتماعية. طلبت بمبادرتك شراكة ومساواة بين الأب والأم في الأسر العربية، حدثينا باختصار عن هذه المطالب. الشراكة بالتربية والتنشئة للأطفال، احنا بنآمن دائما انه العائلة المتكاملة هي قادرة. الخلية الأولى هي خلية التربية في الأسرة، فإذا كان في أدوار تكاملية وتشاركية وليست مساواة، كل الرجل إلى أدواره والمرأة إلى أدوارها، والرجل والمرأة يكملون بعضهم. وإذا قدرنا لننجح في تربية أطفالنا في هذا الشيء، رح نشتغل لنحد من الظواهر اللي أنا ذكرتها سابقا. ما بتشوفي انه الاهداف اللي بتسعي لتحقيقها من خلال مبادرتك بتواجه عوائق ثقافية تتمثل بعادات وتقاليد ثابتة ومتأصلة بالوطن العربي؟
كل إنسان لما ينطلق من للتغيير رح يواجه صعوبات معينة، وهذا التحدي اللي أنا رح أكون فيه في مبادرتي. أكيد لما اعتمدت على مبادرتي اعتمدت على دراسات سابقة، على إحصائيات ونسب، وعلى ثقافة وعادات المجتمع الفلسطيني بمختلف أماكنه. هذا الشيء بياخذ بعين الاعتبار في كل مكان في تطبيق المبادرة. قلتي انه الظواهر الاجتماعية بتتأثر بالتربية والتنشئة بالبيئات المختلفة، هل لدى مبادرتك القدرة على تغيير طرق التربية والتنشئة في الأسر؟ هذا الشيء عم نشتغله زي ما ذكرت بشكل تكاملي، ليس فقط في الأسرة، في المدرسة، في مؤسسات المجتمع المحلي، حتى في أساليب التعليم الغير تقليدي والغير غير تقليدي في التعليم. نتبع أنه إحنا نغير لحتى يوصل الطفل، لنعلمه كيف يكون عنده هدف، لنعلمه كيف يكون عنده حلم، وهو يقرر شو المستقبل اللي أنا بدي إياه. إذا آمن الطفل أنه أنا بقدر، إحنا الطفل صفحة بيضة وإحنا اللي منحط فيه إحنا شو بنعلمه. فضروري نعلمه قد ايه حلو يكون عندك هدف حلم لحتى توصل للشيء اللي بدك إياه. هيدا ما بينفهم أنه تطفل على بشؤون الأسر. التطفل بيكون لما أنا أطلب من الشخص قوم بهذا العمل لا تعمل هذا الشيء، ولكن لما أنا أعطيه الخيار بناء على الهدف اللي هو بده إياه، الحلم، وأورجيه الطريق الأفضل، هو اللي هون اللي بقرر إيش الأفضل لحياتي. في ظل ما تتعرض له فلسطين من اضطهاد واحتلال بيعاني منه الفلسطينيين رجال ونساء، هل بتتعرض المرأة الفلسطينية لاضطهاد إضافي أو عنف إضافي عن الرجال؟ طبعا المرأة الفلسطينية حسب الهرم بالعنف تتعرض المرأة الفلسطينية وما بعدها المراهقة وما بعدها الطفلة في آخر الخانات، فهي تتعرض لعنف مضاعف. وإذا بدنا نطلع على آخر نسب بال 2015 بنجد أنه 43% من النساء المتزوجات بتعرضوا لاعتداء. عنا واحد من كل 4 فتيات يتعرضوا لتحرش إلكتروني، 23% من الفتيات في تسرب من المدارس. فالنسب صفوف النساء عم ترتفع بظواهر والآفات الاجتماعية. هل أسستي مبادرتك من أجل برنامج الملكة؟ مبادرتي قائمة من بداية عملي، وبرنامج الملكة دعم هذا الشيء، ودعمه بشكل كتير قوي، دعم المسؤولية الاجتماعية وعزز روح المسؤولية الاجتماعية عند الأفراد. خصوصا بآخر الحملات وجدنا قدي المجتمع صار يدعم وصار في روح تطوع أكتر عند الشباب، وهذا الشيء اللي احنا عم نحاول نوصله في المبادرة. ما بعد في عندك وقت إذا حاب بدي في أي شيء؟ بحب أتشكر إدارة البرنامج وفلسطينيات إيدي بإيد. أنا كنت أقصد فيها أنه جميع المجتمع الفلسطيني، أنا عم بمثل جزء بسيط من المجتمع، ولكن العديد من النساء الفلسطينيات هم أنجزوا بحياتهم كثير من الأشياء المهمة، وكثير من الفتيات. ويمكن أنا حبيت أكون بهيك برنامج كمان لحتى أكون نموذج لطالباتي والأطفال المراهقات اللي أنا بشتغل معهم، لحتى هم كمان يكون عندهم هدف وحلم ونقدر يوصل لهذا الشيء. مها شكرا لك. شكرا لك دكتورة. بعد الفاصل. أنا ما في قدامي طريق تاني، أنا مضطرة أكمل بالعنف عشان أربي ولادي. مها عويدة من فلسطين كانت معنا قبل الفاصل في فقرة المواجهة، ودلوقتي جه انطباع وآراء لجنة التحكيم مهبدة بأستاذ هشام عباس. بنحييكي تحية كبيرة قوي على المبادرة الهائلة اللي انت عايزة تقومي بيها، ومحتاجة تشجيع جامد قوي قوي قوي، لانه مش بلد عادي ولا ناس عادية اللي انت بتفكري فيهم دول ناس بقالهم سنين بيجهدوا علشان الناس اللي حواليهم يحسوا بيهم، ودي حاجة مهمة جدا. احنا حاسين دايما بوجود فلسطين في حياتنا، وحاسين دايما ان احنا كل واحد فينا عنده احساس انه عايز يعمل حاجة لفلسطين، عايز يقدم شيء، يعمل اي حاجة علشان لمجرد اسم فلسطين يظهر كتير في العالم، لانه من قلة ما بيظهر الواحد بقى حاسس انه يعني يا جماعة الشعب ده لازم نظهره شوية. قصص نجاح
انت محتاجة قصص نجاح. لازم يعني تجاهدي انه يكون في قصص نجاح في المبادرة بتاعتك مع كل الستات اللي حواليك. شوفي قصص نجاح فنية، رياضية، تربوية. من ضمن اللي انت هتسعي ليه انه يكون في المبادرة بتاعتك قصص نجاح وتطلع وتظهر والناس تشوفها وتقول الشعب ده في وسط اللي بيحصل له في الدنيا عنده قصص نجاح وعنده لسه رؤية ان هو يقوم بيها. انت حاسة ان في صعوبات في حياتك قوية تخليكي عايزة تعملي المبادرة دي بشكل معين؟ الصعوبات الاكثر اللي انا عم بشوفها لما اشوف اطفال عم بتزوجوا بسن بكير، لما عم بشوف انه في عنف كتير، العنف صار ينتشر وخصوصا العنف اللفظي، وهو بطل يستخدم كعنف لفظي كمصطلحات طبيعية بين الاطفال، وهذا الشيء اللي عم بخليني يوم عن يوم انه لازم نوصل لمرحلة انه كل طفلة، لانه احنا اذا عم نشتغل بشكل تكامل واذا احنا حدينا من الزواج المبكر فبالتالي عم بيحد العنف، لانه المرأة المتعلمة عم تقدر تاخذ قرارات اخرى. المرأة الغير متعلمة عم تجي وتحكي لي ما أنا ما في قدامي طريق تانية، أنا مضطرة أكمل بالعنف عشان أربي أولادي، فهي عم بتصفي إنه ما في شهادة ما في وظيفة فبالتالي عم تقبل بالعنف كبديل. هاي أكثر صعوبات أنا عم بشعر فيها وعم بعيشها مع النساء اللي أنا عم بشتغل معهم يوم بيوم. فهذا الشيء يعني مش بس هيك، يعني لازم نشتغل على مهارات الذات. أنا بشتغل معهم على التعبير عن المشاعر، عن التعامل مع الضغوطات، لأنه كمان زي ما حكيت الشعب الفلسطيني بمرق بظروف كتير صعبة. حتى المعلم أثناء فقط وصوله للمدرسة قد عم بمرق بضغوطات، من ضغوطات البيت لضغوطات الشارع لضغوطات الحواجز العسكرية عم بواجهها، وصولا للمدرسة بتكون استنزفت طاقته. فإحنا بنوصل معه قد أنا أفرغ هاي المشاعر لحتى لما أستقبل الأطفال ما أواجه عنف، حتى لو بالصراخ أدخل أفتح الصف أدخل بابتسامة، هاي كفيلة إنه الطفل يرغب في تكميل التعليم. دكتور عزت بها ازيك؟ تمام انت كويس؟ سعيده بشوفتك وشوفتكم جميعا. ربنا يخليكي. صرت احكي مصري. مبادرتك عظيمه جدا. شكرا. وهائله جدا. بس انا هسالك سؤال وهديكي نصيحه. أوكي. ماشي. السؤال مش من منطلق الزعل او الحقد او لكن انا لاحظت ان انت بتقولي تقوم المبادرة على مواجهة الظواهر الاجتماعية خاصة في المجتمع الفلسطيني. قلتي تاني كل دور كل شخص في المجتمع للرقي بالمجتمع الفلسطيني. بعدين لما انت كلمتي في الاول قلتي مبادرتي تخص الوطن الفلسطيني. هل انت عامله مبادرتك دي لفلسطين وبس؟ انا مش بقول لك كده من منطلق الحقد، انا منطلق الغيره. ليه ما بتعمليهاش في العالم العربي كله؟ طبعا. هلا الانسان عشان ينجح لازم يطلع السلم درجه درجه، فانا بدايه ببدا بمجتمعي لاني اكثر معرفه فيه واكثر اطلاعا على الدراسات والاحصائيات واكثر احتكاك بالظواهر اللي عم بحكي عنها. ولكن طبعا هاي رح أتمنى يعني وأحاول قدر المستطاع لتصير مبادرة تخص الوطن العربي مش بس كمها، كجميع المشاركات في برنامج الملكي. برافو إن شاء الله. ميرسي جدا للتوضيح. النصيحة المبادرة بتاعتك عايزة مجهود جامد جدا. أوكي. وعايزة قوة وعايزة مثابرة وعايزة إصرار. نصيحتي ليكي ابتدي كلي اكتر شويه عشان تتخني شويه عشان تقدري تقفي ورا المبادره بتاعتك. ارجوك اعملي كده علشان خاطري انا. طبعا بهزر، ايوه تزعلي مني. برافو برافو. شكرا جدا دكتور حاب. مها بس بدقيقه واحده تقولي لي شو الرساله اللي حابه توجهيها من خلال هيدي المبادره؟ الرساله اللي حابه اوجهها أكثر من شيء، كلماتنا عبارة عن حياتنا، فكيف أنا بستخدم كلماتي، كيف أنا بعيش نمط حياتي وكيف بتواصل مع الآخرين، وكلماتي بتنعكس بكل مجال،
في التربية، في التعليم، في تعاملي مع الآخرين. هاي رسالة بوصلها للآباء، للأمهات، للمعلمين، نلاحظ شو عم نستخدم كلمات قدام الجيل اللي عم بنشأ لحتى نقدر ننشئ جيل قائم على أسس وقوية. شكرا طبعا كمان لجنة التحكيم، وشكرا كمان لمها عويضة من فلسطين، وكل توفيق ليك إن شاء الله في المراحل المقبلة. ودلوقتي تعالوا نفتكر معاكم أهم اللحظات اللي مرت على المشتركات الأربعة في حلقة النهاردة من خلال التقرير القادم. شاهد الجزء الأول من الحلقة الأخيرة في القصر الملكي أربع مواجهات مميزة مع سفيرة المرأة العربية رحاب زين الدين، وتعرفنا على الانطباعات المتبينة للجنة التحكيم، واستطاعت غنوة وإكرام وريم ومها أنه يكونوا على قدر مبادراتهم وأنه يدافعوا بقوة عما بيؤمنوا فيه، بانتظار ماذا سيقدم في الجزء الثاني حيث الرسائل للمجتمع المدني. بالختام طبعا بشكر كل القائمين على هذا الصرح العظيم والبرنامج الكبير، برنامج الملكة، وبشكر لجنة تحكيمنا. صباح الخير.